السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ازود سرعة الجهاز واحسن من ادائه؟ خطوة 3 من 4. في الحلقة دي هنتكلم عن ريدي بوست. الريدي بوست هي فكرة ان انت تستغل المساحة موجودة على الفلاشة او على الهارد الاكسترنال المتوصل بالجهاز بتاعك علشان تزود عن طريقه سرعة الجهاز. ازاي الموضوع ده؟ هنروح كمبيوتر، هنا متوصل فلاشة بالجهاز، هنضغط على كليك يمين نجيب البورتلز بتاعتها وبعدين نختار ريدي بوست. في ريدي بوست هنلاقي يوز ذيس ديفايس، هنضغط على يوز ذيس ديفايس. ايه اللي هيحصل كده بقى لما يضغط اوكي؟ هيحصل ان هو يستغل في الفلاشة دي مساحة قدرها 4 جيجا. ال4 جيجا دول هيستخدمهم في ان هم يحط عليهم ملفات خاصة بالويندوز وخاصة بالبرامج، وبالتالي ده هيزود المساحة اللي موجودة قدامه وهيساعده على زيادة سرعة الجهاز. نعمل ابلاي اوكي. لو فتحنا الفلاشة دلوقتي هنلاقي موجود فيها ملف اسمه ريدي بوست. الملف ده بيستخدم زي ما قلنا في زيادة سرعة الجهاز. وبكده نكون عرفنا الخطوة التالتة من خطوات زيادة سرعة الجهاز وتحسين ادائه، وهي ريدي بوست، خاصية جديدة موجودة في ويندوز 7. تابعونا على youtube.com/ازاي كليب. شكرا جزيلا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.